عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن جولة السيد الرئيس شملت قيام سيادته بتفقد أعمال تنفيذ محور ياسر رزق، والذي يربط بين جنوب القاهرة بداية من محور حسب الله الكفراوي ومحور سميرة موسى، مرورا بمنطقة حي الأسمرات وكورنيش المقطم الجديد، وصولا لطريق صلاح سالم ومحور الأوتوستراد بطول 9 كيلومتر وخمس حارات مرورية لكل اتجاه. سيادتك صدقت على إنشاء العديد من المحاور لتخفيف وربط مناطق شرق القاهرة وجنوب القاهرة ومناطق غرب القاهرة بمناطق القاهرة الجديدة ومنها إلى العاصمة الإدارية. لو اتكلمنا يا فندم على محور ياسر رزق، محور ياسر رزق يا فندم الهدف من إنشائه هو نقل الكثافات المرورية وتوزيعها في مناطق وسط البلد، من الناس يا فندم بتمشي سيادتك على طريق صلاح سالم والاوتوستراد ويرجعوا إلى الطريق الدائري، فخلانا محور يا فندم جديد يبدأ من تقاطع مع طريق صلاح سالم بطول 9 كيلومتر. تم تنهي المرحله الاولى يا فندم بسيادتك كنت اتشرفنا عليها من شهرين بطول 2 كيلومتر اللي كانت قابلتنا فيها تحديات، وتم التنسيق مع كافه اجهزه الدوله. بالنسبه للمرحله الثانيه يا فندم دي طولها 7 كيلومتر تبدا من نهايه شارع 9 وحتى الربط على محور سميره موسى اسفل نفق الاسمرات. محور ياسر رزق يا فندم برضه ان شاء الله جاري اعمال ربطه بكورنيش النيل المعادي عن طريق محور ربط الحضارات بكوبري الدكتور صلاح الشاذلي، يتم تنفيذ كوبري يا فندم في المنطقه دي بطول 900 متر يصل ارتفاعه الى 45 متر يا فندم من الارض الطبيعيه، ثم طريق سطحي حتى الربط على ياسر رزق. بالنسبه يا فندم لطريق كورنيش المقطم بيبدا من مناطق الاسمرات يا فندم ويعتبر محور موازي لشارع 9 هيخفف الضغط عليه ان شاء الله، والطريق يا فندم بطول 7 كيلومتر حتى الربط على نهايه شارع 9 تم نهو الاعمال فيها يا فندم بنسبه 80% متوخي بس يا فندم القطاعات اللي سيادتك ان شاء الله هننفذ فيها الحوادث السنده عشان نطمن ان هو هيبقى ما فيهوش اي مشكله ان شاء الله. الطريق كورنيش المقطم ده يا فندم بدايته راعينا سيادتك ان هو يتربط بمحور صلاح سالم الكفراوي، ونظرا يا فندم لتنفيذ محور ياسر رزق وتنفيذ طريق كورنيش المقطم بالعرض على سيادتك، سيادتك صدقت ان احنا نوحد الاتجاهات بعرض 7 حاره مروريه يمين وشمال محور صلاح سالم الكفراوي، ويبقى في دوران واحد فقط اسفل طريق دائري ثم الربط على مناطق زهراء المعادي. احنا حررنا ومش حررنا بس، حررنا وسهلنا الحركه في شرق القاهره تمام الكلام اللي احنا قلنا عليه، ثم ابتدينا نقرب شويه بشويه لغايه لما وصلنا احنا بنتكلم على رمسيس وباب الخلق وعابدين وقصر القبه وشبرا الخيمه اللي هي المناطق اللي مليانه زحمه. طب احنا عملنا كده ليه؟ احنا قلنا ان الناس هنحاول نيسر الحركة في القاهرة، مش كده؟ شرق وغرب، شرق القاهرة وجنوب القاهرة وغرب القاهرة وغرب القاهرة اللي بنعمله دلوقتي في الفيصل والهرم والجيزة، مش كده؟ تمام سيادة والشيخ زايد. طيب هنا بنعمل كده ليه؟ عشان كل الهم او كل المصلحة اللي احنا بنعملها ان حجم الحركة اللي داخل الكتلة السكانية الضخمة اللي جوه القاهرة اللي ما كانش فيه حل، لان احنا لو حبينا نعمل تحرير لحركتها بشكل زي اللي بنعمله هنا هنشيل حجم ضخم جدا من المنشآت، صح كده؟ تمام يا فندم. فقلنا ايه؟ نخلي نحرر لهم الحركه اللي رايحه لهم. بالظبط. بحيث النهارده اللي يخرج يخرج بسرعه. اللي يخرج ايه؟ يخرج بسرعه. يخرج بسرعه، تمام. لما يخرج بسرعه يخلي يخفف الضغط ما امكن على الايه؟ على المنطقه السكانيه. على المنطقه اللي في النص، مع الوضع في الاعتبار ان احنا مش ساكتين. مش ساكتين يعني ايه؟ احنا بنتكلم على مدينه المقطم. ايوه فهمت. مدينه المقطم كان بيخدمها شارع 9 بس. صح. وبالمناسبه يا احمد فضل. انا كنت قلت المره اللي فاتت وانتوا في شارع 9 انا عارف انه صعب ان انت تشيل حاجه فيه، لكن على الاقل حسنوا من خواص الشارع. تم نهو يا فندم عمليه التخطيط بالكامل وتتم العرض على سيادتك. طيب. باستغلال كل المسطحات المتاحه ان احنا نحقق عرض بدل ما هو 5 حاره يبقى 6 حاره ان شاء الله ما امكن. يبقى شارع 9 موجود، ثم بعد كده لما نخلص ان شاء الله محور ياسر رزق وكورنيش هيبقى الحركه للمقطم ايه؟ يسير سواء كان للناس اللي في المقطم او للايه للمارين من خلال، مش كده؟ تمام يا فندم. وبالمناسبه انا سعيد جدا انك انتوا بتعملوا التاكسيات الخرسانه ديت عشان ما يحصلش انهيار بعد كده. بالظبط. مش كده؟ حمايه الاحلام يا فندم. الكلام ده مهم قوي ان الناس تعرفه. بالظبط. رغم ان التكاليف ايه؟ كبيره جدا يا فندم. كبيره جدا، وانا شايفه بيتعمل هنا برضه. مش كده؟ بالظبط يا فندم، بيتعمل هنا عشان نربط كمان مناطق الهرم الوسطى يا فندم بمناطق الكورنيش المقطم. انا عايز اقول حاجه. اتفضل. للناس اللي بتسمعنا هنا، اي حاجه احنا بنعملها هنا احنا بنعملها طبقا لاصول على اعلى مستوى. بالظبط. مش بنعمل موضوع
يعني لا مش بنشق طريق. الناس فاهمه برضو النهارده عشان اعمل حوايط سنده كيلو ده ارقام كبيره جدا ونعاد. عشان في النهايه تيجي تجد الناس الحركه ديت سهله ليها، يمكن الناس تقول لك التكلفه دي كتير، يمكن وهي كتير حقيقي، لكن في مقابل حجم الحركه وتخفيف الاثار بتاعت التلوث الكلام اللي احنا بنتكلم فيه الدوله اشتغلت فيه من بدري قوي. وانا عايز اقول ايه، الكتله دي بالكامل اللي كان يصعب الحركه فيها، انا عايز اقول للناس يا ترى احنا بنتحرك فيها ازاي؟ طب كان ممكن نتحرك فيها من غير الجهد اللي اتعمل ده والمشاريع المقاتل الكباري والطرق اللي اتعملت في المنطقه دي وبتتعمل في كل حته في القاهره على الاقل عشان نخفف الاثر بتاع الزحام ال 20 مليون مواطن اللي موجودين. تمام. كمان احنا سيادتك بنستغل الفرصه دي ان احنا بنجدد جميع البنية التحتيه الموجوده في المنطقه بالكامل. هنخلص ان شاء الله 30/12 هنخلصه كله يا فندم، بس هنستاذن سيادتك ان القطاعات اللي فيها الحوائط السنده بس عملت تصميم جري وهنقدم سيادتك مخطط زمني في خلال يعني فتره قريبه ان شاء الله، مش هنتاخر كتير، ولكن احنا هنفتح الطريق ان شاء الله في التوقيت اللي سيادتك عملته، يعني 30/10 هيبقى في اتجاه مفتوح، حتى لو في بعض القطاعات فيها اعمال هنفصل عليها حركه. طيب. عشان بس يبقى الطريق برضه شغال ان شاء الله. برضه دايما السؤال اللي بساله لكم دايما واحنا موجودين، هل انتوا شايفين بتواجدكم في المنطقه حاجه ممكن نعملها نيسر اكتر على الناس في حركتهم او نفتح مجال لاماكن الاماكن دي بالظروف الحاليه ما تسمح لهمش بالاستفاده منها؟ هو فندم ان شاء الله زي ما قلت لسيادتك ان احنا ان شاء الله شارع 9 ده باذن الله خلاص في خلال فتره قريبه هيتعرض على سيادتك تطويره، ويتم دراسه ان شاء الله يا فندم انشاء محور موازي لشارع 9 من ثم العرض على سيادتك في حاله التصديق. المحور ده هو كده بالظبط يا فندم، من اول سيادتك اللي محور الكوبري عمر سليمان هيمشي سيادتك، كان في مسارات قديمه في بندرسها يا فندم دلوقتي وعايز تعملها على سيادتك. صباح سيادتك، انا موضع لحضرتك ان احنا ان شاء الله بمجرد نهو اعمال محور ياسر رزق ده قدرنا نبدا بمحور موازي كامل طوله 21 كيلو متر يا فندم، موازي للطريق الدائري بيربط يا فندم ما بين مناطق جنوب القاهره اسف ومناطق شرق القاهرة يا فندم ومنها للقاهرة الجديدة، طوله 21 كيلو متر يا فندم موازي كامل، وده يا فندم هيساعدنا إن شاء الله إن احنا أولاً نخفف زمن الوصول للرحلات من مناطق العباسية ومناطق كورنيش النيل سيادتك، وفي نفس الوقت هيقلل استهلاك المحروقات يا فندم معانا، إن يا فندم كان القاهرة يا فندم سيادتك مدروس إن في سنة 2020 لو ما كانش حصل التطوير اللي احنا فيه يا فندم دلوقتي كانت القاهرة السرعة اللي أنت تزيد فيها عن 10 كيلو متر في الساعة. طب أنا برضه يهمني في النقطة دي حاجة حضرتك. اتفضل يا فندم. الكلام ده المره اللي فاتت لما اتكلمنا قلنا يا جماعه خلي بالكم المحاور اللي احنا بنعملها ديت الهدف منها ان انا اخفف الحركه على صلاح سالم. تمام سيادتك. مش كده؟ وانا عارف ان في تطوير لصلاح سالم. ان شاء الله. وهنا يهمني اقول لكل الناس اللي بتسمعني اللي ليهم تواجدات على محور الحركه بتاعتنا. سواء كانت مقابر ذات قيمه لشخصيات احنا بنقدرها وبنحترمها او ذات اثر تاريخي. انا بقول الكلام ده عشان الكلام ده انا بشوفه وبسمعه ان يقول لك ايه اللي هيشيلوا المقبره بتاعت فلان ويشيلوا مش عارف. لا 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 يمكن ابدا ان احنا هنعمل ده تجاه مناطق فيها مقابر لشخصيات نقدرها ونحترمها او للمناطق الايه الاثريه. بنعالج ده يا اما بكباري. مش كده يا احمد؟ تمام يا فندم. انا ده مهم ان انتوا تقولوه عشان الناس تبقى ما تدوش فرصه لحد ان هو يعني ايوه يشوه الجهد اللي انتوا بتعملوه. في بعض المحاور يا فندم تم نهوها بالفعل، اسمعي لسيادتك اشرحها لسيادتك بصوره مختصره. اولا يا فندم محور عمر سليمان، محور عمر سليمان يا فندم بيبدا من تقاطعه مع محور الشهيد ثم اعلى محور المشير محمد علي فهمي وحتى الربط على محور جمال عبد الناصر عن طريق كوبري اعلى الطريق الدائري. محور جهان السادات يا فندم واللي تم تنفيذه بالتعاون ما بين الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه وجهاز التعمير واللي بيبدا من تقاطعه مع شارع رمسيس والهدف منه نقل تخفيف الكثافه المروريه في الكتله السكنيه المزدحمه في وسط البلد والعباسيه. وسيادتك بيمر يا فندم اسفل طريق صلاح سالم ثم اعلى محور الاوتوستراد واعلى محور امتداد المشير طنطاوي ثم اعلى محور الشهيد وحتى وصولا الى محور الميثاق. محور الميثاق سيادتك يا فندم بيمر بدءا من نهايه محور جهان السادات واعلى شارع الحسن المامون ثم اعلى محور شينزو ابي عن طريق كوبري ثم اعلى ثم يتقاطع مع بدايه محور المشير محمد علي فهمي وحتى الربط بمناطق القاهره الجديده عن طريق محور نجيب محفوظ. محور شينزو ابي يا فندم اللي بيبدا من تقاطعه مع محور الشهيد
ثم يمر أسفل شارع حسن المأمون وأسفل محور الميثاق، ثم يمر أسفل شارع مصطفى النحاس وكوبري طوله كيلو و200 متر يا فندم، يمر داخل مدينة الأمل ثم موازيا لطريق السويس، وتم مراعاة تحرير الحركة المرورية في المحور الموازي لطريق السويس عن طريق تنفيذ عدد 3 كوبري مررت على محور نجيب محفوظ مناطق القاهرة الجديدة عن طريق كوبري الفنان سمير غانم. لو اتكلمنا يا فندم عن المحاول اللي جاري تنفيذها حاليا، اتكلم يا فندم على محور سميرة موسى. محور الدكتورة سميرة موسى يا فندم بيبدأ من تقاطعه مع شارع جمال محمد علي اللي تم ربطه بمناطق القاهرة الجديدة عن طريق كوبري فريال عبد العزيز. تم تنفيذ على المحور يا فندم عدد 1 نفق، وجاري تنفيذ عدد 2 نفق يا فندم في منطقة قلب شمال محور المشير، ويمر المحور ايضا فوق محور المشير عن طريق كوبري المونوريل اللي وصل ارتفاعه ل 25 متر، ثم يمر بكوبري اعلى محور عمر سليمان، ثم يمر يا فندم بكوبري اعلى محور المشير محمد علي فهمي وكوبري اعلى محور الشهيد، وينتهي المحور عند ربطه بمحور ياسر رزق اللي سيادتك وشرفنا عليه عن طريق نفق الاسمرات اللي امام سيادتك. احنا هنخلص تمام يا فندم. احنا ان شاء الله يا فندم طبعا ناول الزمن تم ناول المرحله الاولى الحمد لله في ياسر رزق 100%. المرحله الثانيه سيادتك بالنسبه لتنفيذها دلوقتي 64%، ان شاء الله الاتجاه الجنوبي القادم من صلاح سالم وحتى سميرة موسى الاتجاه ده ان شاء الله هنخلصه 30/10 باذن الله بالكامل. في حاجه ثانيه يا احمد؟ هو مش متشكر، وانا عايز اقول لك على حاجه. اتفضل. وبقولها ان يمكن في الاول واحنا بنشتغل الكلام ده خلال الخمس ست سنين اللي فاتت الناس ما كانتش متصوره ايه اللي احنا بنعمله. النهارده الناس بالاستخدام الفاعل والممارسه العمليه عرفت اللي احنا بنعمله ده نتائجه الحمد لله. بشكرك وشكر لرجالتك اللي بتعمله. شد حيلك. شكرا. كما قام السيد الرئيس بتفقد سير العمل في محور محمد عزة عادل والذي يربط بين جنوب القاهرة والقادم من حلوان بداية من طريق الأوتوستراد إلى طريق العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة. أعمال تنفيذ وإنشاء طرق ومحاور جنوب القاهرة وربطها بعواصم المحافظات والعاصمة الإدارية الجديدة، وبعد الانتهاء بنسبة تنفيذ 100% من محور حسب الله الكفراوي الذي يربط طريق الأوتوستراد القادم من مصر القديمة والقادم من حلوان بالطريق الدائري ومنه إلى شارع 9 والهضبة الوسطى وحي الأسمرات بالمقطم ومحور ياسر رزق وطريق الكورنيش الذي يتم تنفيذه حاليا يا فندم. سيادتك صدقت يا فندم بإنشاء وتطوير شبكة طرق بمنطقة زهراء المعادي بإجمالي أطوال 35 كيلو متر، ومنها طريق ومحور سين صاد الذي يربط طريق الأوتوستراد بمحور حسب الله الكفراوي، وتنفيذ محور محمد عزة عادل بإجمالي أطوال 12 كيلو متر 5 حارة مرورية لكل اتجاه. سيادتك يا فندم تم حل المشكلة المرورية بتقاطع الطريق الدائري بمنطقة كارفور. سيادتك صدقت بتنفيذ كوبري للقادم من المنيب والقادم من المنيب والقادم من القاهرة الجديدة إلى المعادي. سيادتك يا فندم تم ربط نفق السخنة ومحور الشهيد بمحور محمد عزة عادل عن طريق إنشاء شبكة الطرق الداخلية 5 حارة مرورية لكل اتجاه. النقطة اللي سيادتك مشرفنا عليها فندم هي تقاطع محور محمد عزة عادل مع طريق العين السخنة والمتضمنة إنشاء نفق بطول 160 متر 5 حارة مرورية لكل اتجاه، وإنشاء اللوبات والرمبات اللازمة لتحرير الحركة في ذلك التقاطع. وبالفعل فندم تم الانتهاء من أعمال الرمبات، وذلك لضمان استمرار المرور فوق طريق العين السخنة من القاهرة إلى العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة والعكس. كده فندم احنا قدرنا نربط محور محمد عزة عادل ومنطقة جنوب القاهرة بالمحاور نفق محور الشهيد ومنه إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة. احنا فندم إن شاء الله تاريخنا الأعمال الإنشائية بالنفق خلال شهر يناير، وبعدها فندم انزل اعمال الطرق، لان فندم ارتفاع قطع طريق السخنه يصل الى 30 متر. برضو الكلام اللي انا بقوله ايهاب وبقوله للزميل محمود، لو انتوا في بعد وجودكم في المنطقه ديت خلال فتره العمل اللي فاتت شايفين حاجه تانية بتعمل وما يعني تمام يا فندم اتفقوا علينا وقولوا لنا امتى بقى هنخلص كده بالطريقه ديت. سيادتك باذن الله نفق الخرسانه باذن الله اخر السنه باذن الله اخر شهر واحد، الرد من فوق 30 متر باذن الله اخر شهر دي هتكون خلصانه طريق كوبري الشيخ.
ما احنش بلا ما احنا هنفتح كده كده هنفتح بدل ما نخليه خمس حارات خليه ست حارات للمشتري عشان بحيث ان احنا لو حتى يبقى في فرصه لحاجه يبقى ده تمام مش خمسه تمام مش سته يبقى سته تمام ماشي اه شكرا.